يا شباب، معلش الانترنت وقع ولكن رجعت تاني اهو. الحمد لله. الناس معايا كده سامعني؟ الو، اي حد سامعني يقول كده يا شباب؟ تمام يا باشمهندس. معلش الانترنت فاصل ورجع تاني. هنكمل ال OBS recording. او كده recording ولا pause؟ كده شغال اهو. بسألكم على كان السلايدز اللي وقعت منكم كانت من سلايد 29 ل 38، صح كده؟ هو الجزء اللي كان واقع كان الدكتور بيتكلم عن البروسيجرز اللي بتحصل لما باجي اخش اعمل انتربت، يعني ايه اللي بيحصل بقى في السيستم. ايوه يا باشمهندس، هي من ستيب 2 دي، ستيب 2 اللي هي تقريبا كانت اول المحاضره بتاعت 12 ونص لحد صفحه 39 تقريبا. اوكي تمام، مفيش مشكله. خلينا نغطيهم كده ونفتكر اي حاجه، يعني ايه كنا شرحناه في السكشن كمثال او كده برضو عشان نذكركم بيها. اتمنى الناس برضو، واحنا يعني ايه وانت بتحضر للكويز راجع مسائل السكشن كويس قوي وحلها بايدك، حل مسائل الشيت بايدك، وفاينلي بص على مزيد دي. زي ما قلت لكم ده ريسورس حلو حتى تذاكر منه للفاينل، يعني كتاب ظريف كده ومكتوب باسلوب سهل وبسيط وما فيهوش اي تعقيدات. يعني خلينا من اول انفيك كونفيجريشن، اذكركم برضو عشان ايه ما بقاش داخل كده داخله فيري هارد. الانفيك ده كان موديول مسؤول عن كنترولينج الانتربت، بيجي له كل ريكوست من الانتربتس اللي هي الماسكابل انتربتس اللي هو من اول انتربت اي ار كيو 16 لحد ايه نهايه الانتربت على ما اتذكر كان 47. فكان الانفيك اقدر عن طريق ان انا اسيت البرايورتي انيبل ان الانتربت المعين ده يجي او ما يجيش، زي ما احنا شايفين ففي انيبل سيلكتد انتربت وفي سيت برايورتي. فهلاقي هنا في الانيبل انتربت استخدم فانكشن اللي هي ايه انيبل اي ار كيو، وببعت لها الاي ار كيو نمبر. انا برضو فاتح جنبي كده بروجكت كايل، ممكن ان انا افكركم بيه بالانيوميريشن اللي كانت مكتوبه بيه الانتربتس بتاعتي لو تفتكروا. فكان في اي ار كيو نمبر لكل الاي ار كيوز بتاعتي الماسكابل والنون ماسكابلز، فانا بباصي الاي ار كيو نمبر للفانكشنز بتاعه الانفيك انيبل. خليني برضو كده عايز ايه هايلايت حاجه ممكن تكون ظريفه بالنسبه لكم في الانتربت انيبل، الا وهي ان انا لما بانيبل الانتربت بتاعي ممكن بانيبل الانتربت على 3 ليفلز. هو ده برضو ايه حاجه كنت عايز اعمل عليها هايلايت كده، ودي مشروحه بطريقه ظريفه قوي في مزيدي. اوكي، ف هنا انا عندي مثلا ايه كل بين ليها البي سي ار ريجستر بتاعتها. انا بس هذكركم بالموضوع ده، كل بين عندي البي سي ار ريجستر بتاعتها، كل بي سي ار اقدر ان انا اخلي البي سي ار دي او اخلي البين دي تريكوست انتربت، تعمل انتربت ريكوست. اوكي، فهي ايه ايذر اي حد فيهم هتعمل interrupt request بتاعها سواء هي في port A أو port D، فال interrupt request ده هيبقى passed بس لمين؟ للـ NVIC.
الانفك هي اللي تقول مين اللي فيه يعني يعني ايذر الانترب ده هيعدي ولا لا عن طريق ان ايه كان في اند جيت تمام كده هي اللي تقول الانتربت ريكوست يعدي او ما يعديش. مش احنا اتفقنا ان انا عندي انتربت انيبل لكل واحد عند بي سي ار بين بيت 19 اللي هي بتقول ان انا اقدر اعمل انتربت على البين دي. طبعا غير ان انا بسلكت نوع الانتربت، لا انا بقول ان انا اقدر اعمل انتربت ولا لا. هنا الانفك تقول ان انا انيبل الانتربت سورس ده ولا لا. فالانفك لما مثلا بتعمل انيبل بتعمل انيبل لبورت A كلها او بورت D كلها انها يجي منها ريكوست، هل هي بتسلكت على البين؟ لا. فيبقى انا عندي كده تو ليفلز، ده ممكن نسميه ليفل 0. فعندي تو ليفلز، ليفل 0 وليفل 1 للايه للانتربت انيبل بتاعي تمام كده. طيب لو انا عملت كونفيجريشن للبين انها تريكوست انتربت وعملت كونفيجريشن للانفك انها تريكوست انتربت، هل انا كده اقدر ان انا اشغل انتربت فعلا؟ لا، ده في بقى الجلوبال انتربت انيبل اللي هو ايه ليفل 2، وده عن طريق الايه الاي فلاج في البي اس ار او البروجرام ستاتس ريجستر. كل الموديولز عندي مش الجي بي اي او بس فيهم الثري ليفلز للانتربت انيبل زي ما احنا شايفين كده تمام. فالانفك هي الانترميديت انتربت انيبل ليفل اللي موجود ما بين الموديول ليفل والجلوبال انتربت انيبل ليفل. نرجع تاني للسلايدز. فهنا enable selected interrupt هو ان انا بقول ان الانتربت ده يقدر يكريت انتربت ريكوست على البروسيسور، او ان الموديول ده يقدر يكريت انتربت ريكوست على البروسيسور. لكن الموديول من نفسه بقى في انتربت سيتنج في ليفل ايه انتربت سيتنج. فالانفك هو الانترميديت انتربت كنترولر ما بين الموديول نفسه اللي عنده انتربت كنترول على الليفل بتاع البينز بتاعته والبروسيسور اللي هو عليه انتربت control either privilege أو non-privilege على الـ global interrupts بتاعته. هنا the values of IRQ number I defined in the CMSIS compliant device driver. هنا بالنسبة لنا في الـ MKL25Z4 header file موجود مثلا عندها port D IRQ هتلاقي مثلا لي الـ enumeration بتاعه اللي هو الـ interrupt number بتاعه إيه 31 بورت A هتلاقي 30 وهكذا. فالموضوع dependent على المايكرو كنترولر فموجود في ال dot h فايل بتاع المايكرو كنترولر. غير طبعا زي ما انتم عارفين ان موجود في ال startup file dot s ال vector table بتاع ال interrupt بتاعتي معمول define constant data لكل handler. فانا عندي ايه ده كده شكل الفيكتور تيبل بتاعي ده، وده طبعا ده الفيكتور اند هتلاقي ايه بداية الفيكتورز هنا ومعمول ديفاين ايه كونستنت داتا لكل واحد من الانتروب دي. فالهاندل فكل واحد واخد له هاندلر ايه محجوز له. طيب سيتنج البرايورتي زي ما اتفقنا في التوتوريال ان احنا ايه البرايورتيز بتاعتنا بتبقى بست برايورتي الانفك ست برايورتي يوزنج. طبعا احنا زي ما قلنا ان احنا عندنا في ريجسترز بنرايت فيها للبرايورتيز، بس ممكن انا ما اعملش رايتنج على الريجستر واستخدم الاي بي اي فانكشن بتاعتي اللي هي زي انفك ست برايورتي وفيها بقى ايه ببصلها رقم الانتربت بتاعي والبرايورتي اللي انا بديها له، والبرامتر بتاع البرايورتي يزر ان هو يكون 0 1 او 2 او 3 اللي هم الفور ليفلز بتاعت البرايورتي بتاعتي اللي هم زي ما حكينا قبل كده ان احنا لما كنا بنرايت على الريجستر الخاصة بالبرايورتي كنا بنكتب ايه ارقام كده. هو عندي كل انتربت سورس كان لي 6 بيتس تقريبا، انا مش متذكر 6 ولا 4 8 بيتس كان 8 بيتس اوكي كان 8 بيتس. ف
فكنت بكتب جوه ال 8 بيتس، فما كانش افيلبل بالنسبه لي غير ان انا اكتب في البيت 6 والبيت 7 بتاعتي. اه بالظبط كده، هو ذا انتربت برايورتي كورسبوندينج فيلد ان اي ان اي بي ار اللي هي انتربت برايورتي ريجستر من 0 ل 7 معناها انها 8 بيتس، فكل انتربت وحاجز له 8 بيتس فبكتب فيها الرقم بتاعي، كل ما يكون اصغر يبقى هاير برايورتي، كل ما يكون اكبر يبقى لور برايورتي. طيب في كمان حاجه اسمها البندنج. البندنج دي بتقول ان الانتربت بتاعي دي ريجستر طبعا، يعني بتقول بتنديكيت ايذر الانتربت بتاعي كان بندنج او ان هو اكتيف او ما جاش اصلا. فلو هي 1 فهي الانتربت بتاعي حصل ريكوست بس ما حصلوش سيرفيس فما بقاش اكتيف، وزي ما حكينا قبل كده ان في ستيت ماشين بيمشي عليها الانتربت ما بين ان هو يبقى نوت اكتيف او pending او active على حسب ايه البرايورتي بتاعته وعلى حسب هو الايفنت بتاعه حصل ولا. ففي فلاج جوه ريجستر بيبقى raised ان هو pending، فاحنا كمان نقدر ان احنا نسات او ننترفيس الريجستر دي عن طريق API functions زي مثلا nvec get pending دي بت return 1 لو الانتربت سورس ده محطوط في pending. set pending دي بتخلي الانتربت ده يبقى محطوط على البندنج مود، ده طبعا عشان نعمل dynamic priority، وclear pending عشان نclear البندنج من على انتربت معين. اوكي فدي functions استخدمها بنبصلها رقم ال IRQ او الليبل بتاعه في الانيوميريشن، زي ما احنا عارفين كده الانيوميريشن بتاعتنا، فاحنا عندنا ايه تسميات للانتربت بتاعتنا port a مثلا underscore IRQN، فده التسمية بتاعت ال port a interrupt. فانت ممكن تباصي الاسم ده عشان يبقى readable بالنسبة لك، او تباصي 30 الاثنين هيشتغلوا مع الـ API function بتاعتك. فالpending flag بيبقى set by hardware when interrupt is requested. Software can also set the flag to request the interrupt، ان احنا ممكن نخلي نحطه في pending فيبقى كأنه حصل وعمل request للinterrupt. طبعا الـ ISR must clear its source of pending IRQ flag else hardware will run repeatedly. اوكي فلازم نقدر نأكسس سواء الـ set او الـ clear لو انت عايز يعني عملت forcing لي الـ interrupt ده. step 3 بقى اللي هو او الليفل 3 للانتربت انيبل، الا وهو ان انا في البرايورتي ماسك بسات الفلاج بزيرو. تمام سوري هو اسمه مش برايورتي ماسك، اسمه بي ار اي ماسك. اوكي البي ار اي ماسك ده في بين بتنديكيت ايذر ان انا بقبل انتربتس او مش بقبل interrupts عندي، فلما احطه بزيرو معناها ان انا بقبل interrupts، لما احطه بوان معناها I am not accepting interrupts. ممكن بنستخدمها بassembly instructions زي CPSID او CPSIE. CPSID ان انا بdisable interrupts، CPSIE ان انا بعمل enable للinterrupts. الشكل ده شفناه مع بعض في الستارت اب كود بتاعنا، لو تفتكروا هتلاقي ان هو وهو بينده على السيستم انيشاليزيشن هتلاقي عامل ديسيبل للانتربتس وبعد كده بينيبل انتربتس بعد ما يرجع من السيستم انيشاليزيشن ويبدا يخش في المين، فمعناها ان هو اثناء السيستم انيشاليزيشن بيخاف ان هو interrupt يجي يقطع system initialization function، فهو كده كأنه بيعمل critical section. فانت either انك تكتبها assembly او عندك بقى other method انك تكتب باستخدام API function زي void underscore underscore enable underscore IRQ
ده كده بيكلير ال PM flag أو underscore underscore disable underscore IRQ ده بيست ال PM flag. فأنت هنا إيه بتenable interrupt بالfunction تاعت enable IRQ وdisable interrupt بالfunction تاعت disable IRQ. عايز تعرف ال interrupt enable ولا disable at any time في الكود, فعندك function اسمها get PRI mask ودي بت return one لو ال interrupt disabled أو بت return zero لو ال interrupt enabled. في function بتست ال PRI mask بنرايد فيها one لو أنا عايز a disable interrupt أو برايد فيها zero لو أنا عايز a enable ال interrupt. okay, فده ببساطة شديدة الليفل 3 أو بنسميه L2 في الـ Interrupt Enabling. فخليك عارف كده إن إحنا عندنا في Preferral Level, في الـ NVIC Level وفي الـ Processor Core Level. مش محتاجين مراجعة على الموضوع, يعني أظن الناس عارفة الموضوع ده. هنتكلم هنا على Entering Exception Handler. لما يجي يحصل interrupt request إلى إيه السيكونس اللي هيمشي عليه البروسيسور عشان ينتر الإكسبشن. أول حاجة بيخلص الكرنت instruction اللي هو كان بيعملها except لو هي lengthy instruction can be interrupted وتتكمل later لو هي instruction بتاخد multiple clock cycles فهتتقطع مكان ما وقفت ويكملها later. بعد كده يبدأ يعمل pushing للكونتكست اللي هو كان عليه لما حصل interrupt request. وموضوع الكونتكست ده مهم جدا, انه مثلا ممكن كان كان موجود within a function او ممكن كان بيعمل عملية حسابية معينة ومستخدم شوية CPU registers, فمحتاج CPU registers دي انه هو لما يخلص الانتربت يرجع يلاقيها زي ما هي. فهنا بقى المفروض ان هو يبوش الريجسترز المهمة بالنسبة له. لو انا معتبر ان الانتربت بتاعي هيحصل at any time وانا جوه function, فميبي الفونكشن دي ليها parameters معمول لها passing في الريجسترز بتاعتي R0, R1, R2, R3. فاول حاجة تيجي في بالك ان هو هيعمل pushing لإيه R0 و R1 و R2 و R3 عشان هم دول الريجسترز اللي ممكن يبقى فيهم البارامترز اللي بيتباصى للفونكشن. اوكي, ايه كمان في عندي الريترن ادرس, لازم اعرف برضو وانا within الفونكشن دي ايه الريترن ادرس اللي موجود في اللينك ريجستر عشان لما ارجع على ايه. نفس الكلام برضو البروجرام كاونتر, البروجرام كاونتر المكان اللي كنت فيه. تمام كده, سوري, يعني الريترن ادرس اللي هو الادرس اللي انا هرجع عليه اللي هو موجود في البروجرام كاونتر, والار 14 اللي هو اللينك ريجستر اللي هو الريترن ادرس من الفانكشن اللي كنت فيها. فهو مفترض ان اسوأ حاجه خلاص ان انا كنت في فانكشن معينه, فانا البارامترز بتاعه الفانكشن دي لازم اكون عاملها سيفنج لو الفانكشن دي بتاخد اب تو 4 بارامترز, فسيف R0 R1 R2 R3 وسيف اللينك ريجستر اللي فيها الريترن ادرس بتاع الفانكشن دي وسيف البروجرام كاونتر اللي فيها الريترن ادرس مكان ما انا قطعت الفانكشن اللي انا فيها, وهسيف R12 ودي يعني actually هو بيعملها saving كده ايه based على ال hardware designer بتاعه هو اللي حطها للكورتكس ام الارم كورتكس ام processors وال XPSR registers. وهي دي بتفرق معايا جدا ان انا اعرف ان انا كنت بهندل انهي interrupt قبل ما اروح للinterrupt ده, ان maybe interrupt يقطع other interrupt يعمل preemption, فال XPSR دي بتقول لي ال interrupt اللي كنت عليه. كل registers دي بيحصل لها pushing ايه automatically من غير ما تكتب انت الكود بتاعتك. كل الكونتكست ده بيتحط فين؟ بيتحط في الستاك. when pushing the context the hardware decrements the stack pointer to the end of the new stack frame before it stores the data onto stack. تمام كده, فهو بيبدأ ان هو يديكريمنت الستاك بوينتر
قبل ما يبدا يبوش الحاجات دي، وبعد كده الحاجات دي ايه يحصل لها بوشنج في الستاك على حسب ايه حجمها. طبعا حجم الحاجات دي هي 8 في 32 بيتس، او ممكن نقول 8 في 4 بايتس. اوكي 8 في 4 بايتس. ف 8 في 4 ب 32 ريجستر بيحصل لهم بوشنج في الستاك، فالستاك يحصل لها ديكريمنت ب 32 ميموري لوكيشن. When popping the context, the hardware reads data from the stack frame, then increments the stack pointer. إن يبدأ الستاك بوينتر يرجع للوكيشن اللي كان عليه. ولو تفتكروا المسألة اللي حلناها مع بعض في التوتوريال، كانت جايبين شكل الستاك من قبل الانتربت ريكوست ومن بعد الانتربت ريكوست. كل اللي احنا عملناه إن الستاك بوينتر قبل الانتربت ريكوست خدناه، وعند الانتربت ريكوست عملنا له ديكريمنت ب 32 ميموري لوكيشن، وبعد ما خلص المفروض يرجع للمكان الطبيعي اللي كان عليه. يبدا يتحول المود بتاع البروسيسور لهاندلر بريفليج مود. طبعا بريفليج ان انا يعني ما دام جالي ايه انتربت ريكوست فانا في البريفليج مود، لكن انا بتحول من ثريد لهاندلر مود، وفي الحاله دي بستخدم المين ستاك بوينتر. واحنا اصلا ما شفناش البروسيس ستاك بوينتر قبل كده، فاحنا باي ديفولت ما بنتعاملش غير بالمين ستاك بوينتر. ففي الحاله دي ما بتعاملش غير بالمين ستاك بوينتر في الانتربت، انا ببقى مجبر على المين ستاك بوينتر بس. فخلوا بالكم من بوينت دي، الانتربت مش بيالاو يوزنج البروسيس ستاك بوينتر. طيب انا كده جهزت البروسيسور بتاعي ان هو يأكسبت الهاندلر او الانتربت او يتعامل معاه. طب فين الانتربت كود؟ الانتربت كود سيفد في الانتربت فيكتور تيبل، فاروح للانتربت فيكتور تيبل اجيب منه الادرس بتاع الكود بتاعي. فكل انتربت سورس محجوز له مكان في الفيكتور تيبل، هتروح في المكان ده هتلاقي الادرس ده، تحطه في البروجرام كاونتر، هو ده الستارتنج ادرس اللي هتبدا منه الكود بتاعك او الانتربت سيرفيس روتين بتاعتك. بعد كده اللينك ريجستر بنحط جواها الاكسبشن ريتيرن، تمام كده، او الاكسكيوشن ريتيرن كود، سوري الاكسكيوشن ريتيرن كود. طيب الاكسكيوشن ريتيرن كود ده خليني انا مش هشرحه هنا، ان هو ليه الانكودينج بتاعه. طبعا احنا كل حاجه بنقولها يعني ستيب 1 ستيب 2 مشروحه ايه ان ديتيلز في السلايدز الابكومينج. بس الاكسبشن ريتيرن دي يعني هي عشان بس كونفيوزنج شويه، فهي شرحها في السلايد دي. الاكسبشن ريتيرن هو كود بيانديكيت انا هريتيرن على ايه. ففي كود اللي هو ده اللي هو 0xffffff1 ده بيقول ان انا هريترن على هاندلر مود والريترن بتاعي على المين ستاك بوينتر. معناها ايه؟ ان انا لما قطعت البروسيسور كان البروسيسور في الهاندلر مود، يعني كان بيسيرف على another interrupt. يبقى عشان كده انت عامل سيفنج للايه للxpsr عشان فيها الفاليو بتاعه الايه الانتربت اللي انا كنت بعمله هاندلنج. لو انا كنت في الثريد مود كان هتلاقي الاكس بي اس ار مكتوب فيها الاكسبشن نمبر 0، معناها ان انا كنت في الثريد مود. انما في حاله ان انا كنت بهندل اذر انتربت وحصل بري امشن جه انتربت قطعه، فمعناها ان انا هريترن على هاندلر مود، فهريترن على هاندلر مود. وطبعا ما دام انا كنت في هاندلر مود مستحيل اكون الستاك بتاعتي بي اس بي، لازم تكون الستاك بتاعتي ام اس بي زي ما اتفقنا، ما ينفعش الستاك بتاعتي تكون بي اس بي. لكن لو انا ثريد مود فعندي ايه تو كودز بيعبروا على ثريد مود، ان انا اكون كنت بستخدم المين ستاك بوينتر او كنت بستخدم البروسيس ستاك بوينتر. ففي تو كودز الفف9 دي بتانديكيت ان انا كنت ثريد قطعت المين ودخلت، او قطعت المين روتين بتاعتي ما كانش فيه اكسبشن ولا حاجه ودخلت،
الانتربت وانا كنت بستخدم مين ستاك بوينتر فالانتربت فالثريد مود ب1 والمين ستاك بوينتر ب0 او ان انا كنت في الثريد مود كنت عادي برضه ما كنتش انتربت وكنت بستخدم بروسيس ستاك بوينتر فان ذيس كيس الاكسكيوشن ريتيرن كود بتاعي بيبقى اف 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 دي. نرجع تاني للستبس بتاعتنا هنشرح كل حاجه ان ديتيلز بس هي دي بس للاسف ممكن تكون مبهمه شويه بالنسبه للناس فلازم تشوفها بعينك من الجدول عشان تعرف الاكسبشن ريتيرن كود ده ايه قصته. الاكسبشن ريتيرن كود ده بيتحط فين؟ بيتحط في اللينك ريجستر. طب ليه لينك ريجستر؟ ما لينك ريجستر كانت مهمه كان ممكن يبقى فيها ريتيرن ادرس. اكشوالي في فرق كبير قوي ما بين الانتربت سيرفينج والسبروتين كولينج. انت في حاله السبروتين كولينج انت محتاج تسيف في اللينك كاونتر اللي انت كنت عليه، لكن لما حصل انتربت سيرفيس او انتربت ريكويست انت هنا الريتيرن ادرس بتاعك اللي كان موجود في البروجرام كاونتر اتحط في الستاك، فانت هتعرف انت هتكمل الكود منين لما هتبوب من الستاك. فلما هتعمل بوبينج للكونتكست بتاعك من الستاك فانت هتعرف انت كنت فين، فمش محتاج اللينك ريجستر في حاجه. فهنستخدم اللينك ريجستر استخدام هي مش معموله ليه، هنستخدم لها اوكسيلري يوز، يعني هي اصلا بتستخدم للريتيرن ادرس. طب انا كانتربت سيرفيس روتين محتاجها؟ لا مش محتاجها. ليه مش محتاجها؟ ان انا لازم يكون عندي لازم يكون عندي الاكسكيوشن ريتيرن اللي انا هعرف منه الاكسكيوشن هرجع عامل ازاي، وانا ما عنديش اي فكره اصلا عن الريتيرن ادرس بتاعي ان هو خلاص محفوظ في الستاك. فوانس ان انا هبوب الريتيرن ادرس بتاعي اللي هو في البروجرام كاونتر اللي كان في البروجرام كاونتر هبوب على البروجرام كاونتر فهرجع على طول على المكان اللي انا كنت فيه، فما عدتش محتاج اللينك ريجستر. فمستخدم لها استخدام اوكسيلري بالنسبه لي. تمام، هي هنا does not hold the return address which is saved in the stack. خلاص هو اصلا البروجرام كاونتر اتحط في الستاك، فانا ما عدتش محتاج اللينك ريجستر في الاستخدام العادي ليها، فانا هستخدمها استخدام تاني الا هو الاكسكيوشن ريتيرن. فدي بوينت مهمه جدا جدا انك تعرف ان الاكسكيوشن ريتيرن ده كود انت المفروض بيبقى سيفد في اللينك ريجستر. تجنب انك تنده على فانكشن جوه الانتربت سيرفيس روتين عشان ما يحصلش سيفنج لحاجه على اللينك ريجستر، عشان انت لو ندهت على فانكشن وانت جوه الانتربت سيرفيس روتين هيسيف على اللينك ريجستر الفاليو بتاعتك. طبعا يعني ممكن الكومبايلر يامنك وممكن الكومبايلر ما يامنكش ويعمل لك سيف للاكسكيوشن ريتيرن. يعني انا ما جربتهاش بصراحه، بس تكير انا اي حاجه عايز اعملها جوه الانتربت سيرفيس روتين اهندلها عن طريق جلوبال فاريبل اعمل اديتنج فيه، لكن ما اعملش مانيبيوليشن لحاجه عن طريق فانكشن، جست ان انا جوه الانتربت سيرفيس روتين اخلص الانتربت سيرفيس اريسبوند من ان انا اغير في جلوبال فاريبل وخلاص. ولما اخرج بقى من الانتربت سيرفيس روتين اشوف بقى جلوبال فاريبل ده هعمل فيه في المين روتين، ان انا الهدف ما طولش في الاكسكيوشن من اخر يعني. وما تندهش على فانكشن، ما تخرجش من الانتربت سيرفيس روتين على فانكشن عشان ما تعملش سيفنج على اللينك ريجستر بتاعك. بعد كده step 6 هيلود ال IPSR with exception number and start executing the code of the exception handler. ال IPSR دي بتبقى register زي ما قلنا هو بيعمل لها saving عشان هي فيها ال interrupt أو ال exception number بتاعي. فدي مهمة جدا انك تعرف ايه ال exception اللي انت بتعمله handling في الوقت الحالي. طبعا ليها API function انك تجيت الاكسبشن that is being handled، يمكن اتكلمنا عليها في السكشن. طيب اخر نقطه interrupt latency is defined as the time for exception request to the execution of the first instruction in the handler. الخمس خطوات دول هما بيمثلوا بالنسبه لي
الانتربت ليتنسي التايم ما بين الايه الانتربت ريكوست لحد اول اكسكيوشن لاول انستراكشن في الانتربت بتاعي بيبقى ما بين 16 كلوك سايكل في الايه في كورتكس ام 0 و15 كلوك سايكل في الام 0 بلس. اوكي ليه الرقم ده مش ثابت؟ عشان على حسب الانستراكشن اللي انا بكون بخلصها، فالرقم ده مش هيكون ثابت. هو ايه يعني؟ هو ده النومينال نمبر بتاعي، ممكن يزيد على حسب ايه، لو انستراكشن لينث بتاخد وقت ممكن ايه يخلصها او يقطعها ويبدا يكملها، فالانتربت ليتنسي بياخد 15 كلوك سايكل، وده طبعا رقم يعني مش كبير خالص على الانتربت ليتنسي. هنا هو ماسك طبعا ايه ستيب باي ستيب كل حاجه، الفرق في فينيش كارنت انستراكشن دي طبعا ايه، هتلاقي موست انستراكشن ار شورت اند فينيش كويكلي ان وان سايكل، ما تبقاش وان كلوك سايكل، تبقى وان انستراكشن سايكل اللي هي بتبقى اباوت ايه من 4 ل 6 على حسب الاركتكتشر بتاعي. سم انستراكشن مي تيك ميني سايكل تو اكسكيوت، زي ايه لود مالتيبل او ستور مالتيبل او بوش او بوب، لما انت بتعمل لود او ستور لكذا ريجستر او بوش بوب برضو انت ممكن تباصي كذا ريجستر مالتيبليكيت، ممكن بتاخد 32 سايكلز فور سم سي بي يو core implementation. For waiting for such instruction to complete will delay the interrupt response significantly. فمي ان هو هيقطع ال instructions دي. If one of these instructions is executing when the interrupt is requested, the processor does the following: abandon the instruction. يسيب ال instruction دي ما يكملهاش، يروح يرسبوند ال interrupt، يخلص ال ISR أو ال execution بتاع ال interrupt service routine، يreturn من ال interrupt وبعد كده يrestart ال abandoned instruction دي، يبتديها من أول تاني. الكونتكست بوشينج زي ما قلنا بيبدا يبوش الاكس بي اس ار، بعد كده البروجرام كاونتر، بعد كده اللينك ريجستر، بعد كده ار 12 ار 3 ار 2 ار 1 وار 0، لازم تبقى حافظهم زي عينك جدا. دي اول حاجه بتاخد مكان في الستاك بوينتر بتاعي، وايه وانت نازل لحد هنا، فالستاك بوينتر بيشاور هنا. خلي بالك هي هنا ايه الستاك معكوسة، يعني ده هيبقى ايه top of stack. اوكي ده هيبقى top of stack، هو بس رسم لك الستاك بالعكس، انما في الاخر كده في top of stack اللي هو الار زيرو. حتى هو كتب لك ايه stack pointer here after interrupt upon entering the ISR، وهنا ال stack pointer before ال ISR زي ما انتوا شايفين. طبعا ببوش الكونتكست either في المين stack pointer او في البروسيس stack pointer based على انا كنت اصلا ايه شغال على انهي stack pointer. Which is active depending on the A control register bit 1، فيبقى 1 للام اس بي و 0 للبي اس بي، او مش فاكر كان العكس، حتى بتبقى سيفد في ال 0 للام اس بي و 1 للبي اس بي، حتى زي ما هي سيفد في الاكسكيوشن ريتيرن ريجستر بتاعتي. ستاك جروز توورز ذا سمولر ادرس، طبعا ايه يعني اعتبر ان هو الستاك مرسومه من تحت لفوق، يعني هو مرسومه غلط هنا. يعني سويتش ذا هاندلر، سويتش تو هاندلر بريفليج مود، زي ما قلنا ان انا كنت ببقى في الثريد مود، ففي الثريد مود يا اما بستخدم الام اس بي يا اما البي اس بي، انما هروح للهاندلر مود اللي ما اقدرش استخدم فيها غير الام اس بي او المين ستاك بوينتر. بعد كده بيلود ذا بروجرام كاونتر ويز ذا ادرس اوف ذا اكسبشن هاندلر، بيروح على الفيكتور تيبل، سي مثلا انا بورت A هو اللي عمل انتربت ريكوست، فيروح على الايه الفيكتور اللي هو المكان اللي سيفد فيه الادرس بتاع اول انستراكشن في بورت A اي ار كيو هاندلر، ويروح يجيب منه الادرس بتاع الانستراكشن دي. زي ما انت شايف كده هو شكله كده في الميموري، يعني هتروح الميموري على الادرس ده هتلاقي
البوينتر بتاع الفونكشن بتاعتي. مش احنا اتفقنا ان احنا بنكتب الانتربت سيرفيس روتين في صورة فونكشن، فاسم الفونكشن هو بوينتر اللي بتستارت عنده الفونكشن دي. فين بقى؟ فبورت A IRQ handler محجوز له مكان اللي هو 0x00000B8. فهتروح المكان ده هتلاقي الادرس بتاعك سيفد في المكان ده. اوكي، ده اسمه ايه؟ اسمه الفيكتور تيبل. ممكن لو انت انترست انك تشوفه هوريك الفيكتور تيبل هنا في مزيدي. ده الفيكتور تيبل عندنا في الكورتكس ام 0 بلس. هتلاقي كده الميموري لوكيشن فيها الفيكتورز بتاعتنا، وايه عندي كل اي ار كيو لمكان الفيكتور بتاعه. اوكي، فكل واحد محجوز له مكان في الايه الفيكتور تيبل، وانت جاست ايه بتروح الفيكتور تيبل تلاقي الادرس بتاعك. هتلاقيه دايما دايما كده ستارتنج من ايه، من ادرس 0، ده الستاك بوينتر انيشال فاليو. ده ابون ريسيت، اول ما بتعمل ريسيت للمايكرو كنترولر هيروح يلود الفاليو اللي جوه لوكيشن 0 في الميموري، هيحطها في الستاك بوينتر. ده كده الستاك بوينتر ات ذا ستارت اوف ايه او ات ريسيت. وبعد كده هيلود من لوكيشن 4 الايه الكود اللي بيستارت منه افتر ريسيت، اللي هو اول انستراكشن خالص. فهو بيلود ايه اتنين ريجسترز عندي، تمام كده. لكن بقيه الاكسبشنز هتلاقيها ايه just one a location. اللوكيشن طبعا بيبقى 4 بايتس عشان هو 32 بيتس. طبعا كل انتربت هتلاقي له لوكيشن محجوز له. احنا طبعا ايه عندنا up to 255 انتربت ايه preferred interrupt، بس احنا مكتفيين بكام انتربت سورس، كانوا 32 انتربت سورس في البورد بتاعتنا. اوكي، لكن الفيكتور تيبل اب تو 255 ديبندنج طبعا على البورد اللي موجوده معانا. فتذكر طبعا عشان ايه وانت بتذاكر في مزيدي هيقول لك ايه من انتربت 1 ل 255 هم اكشولي مش من 1 ل 255، هم يعني من 16 ل 47 اللي هم ال 32 انتربتس بتاعتك، مفيش لحد 255 ده يعني ايه جنرالي كده كل كورتكس ام اب تو 255. اوكي، لكن البورد بتاعتنا ما فيهاش غير 32 انتربت سورس. فهتلاقي ان الفيكتور تيبل هنا طبعا موريك شكل الفيكتور تيبل الانيشال ستاك بوينتر زي ما قلنا اهو عند لوكيشن 0. طبعا هو قالب لك الميموري مبتديها ايه من تحت لفوق زي ما شفنا برضو في الستاك، dont be confused. reset 0x04. شوف بقى انت عندك كل interrupt source لي لوكيشن ان IRQ 0 اللوكيشن بتاعه 0x40، IRQ 1 اللوكيشن بتاعه 0x44. احنا عندنا اخر لوكيشن اللي هو بورت دي اي اس ار، الاي ار كيو نمبر بتاعه 31، فالفيكتور لوكيشن بتاعه 0xbc. تمام، جايبها لك حتى بالديس اسامبلي ان هو عمال يديفاين كونستانت وورد لكل عند كل ايه انتربت فيكتور لوكيشن. زي ما انتم شايفين بي سي بي اي بي 8، بي سي ده اللي هو بورت دي، تمام، بي اي ده اللي هو بورت اي، وبي 8 اللي هو اللي قبليه واللي قبليه لحد 0x40. طيب ليه الفيكتور دايما بيبقى اود؟ مثال مثلا 0x0455
هو بيقول ال significant bit byte of address indicates the handler uses some code. هو actually يعني ببساطة عشان انت عندك ايه ال بس هنا لا هي مش odd. هما even, هما even 404448 ما ينفعش يبقوا odd. why is the vector odd؟ هو بيتكلم الفيكتور نفسه. ده هنا طبعا هنا عشان بيتكلم على الفيكتور نفسه مش الفيكتور لوكيشن. فهتلاقي ان الادرس دايما اوت. الادرس ده يعني ايه؟ انت جنرالي مش بتشوفه، مش بتروح تبص عليه، اللي هو بيانديكيت اللوكيشن بتاع اول انستراكشن في كل ايه في كل انتربت هاندلر. فهنا عشان احنا بنستخدم ثمب كود، فهتلاقي ايه اللوكيشنز دايما اوت. زي البروجرام كاونتر برضو هتلاقي ايه اللوكيشنز دايما اوت، عشان انت ايه ثمب كود بيمشي باوفست 2 وانت كان الستارتنج بتاعتك اوت، فانت دايما ايه الاوفست 2 فانت ماشي اوت. دي الجاستيفيكيشن بتاعها. اتكلمنا هنا على الاكسبشن ريتيرن كود، ودي قلناها، وقلنا ان اللينك ريجستر ما عدتش محتاجها خلاص، ان انا ما عنديش ريتيرن هرجع عليه. انا خلاص البروجرام كاونتر هو الريتيرن بتاعي، وهو اتشال مع الكونتكست في الستاك بوينتر. فلما اعمل بوبينج تاني البروجرام كاونتر هيرجع في مكانه، فهعرف ارجع والاقي اللوكيشن بتاعي. فاللينك ريجستر ملهاش عايزه خلاص، فبقيت استخدم لينك ريجستر اذر يوز، ان انا اسيف الاكسكيوشن ريتيرن كود اللي هيقول لي ان انا الاكسكيوشن بتاعي لما هرجع يبقى شكله عامل ازاي، ايذر هاندلر ولا ثريد، ولا وهيقول لي ايذر ام اس بي ولا بي اس بي. بس خلي بالك ان انا لو في الهاندلر مود، لو كنت في الهاندلر مود عمري ما هيكون عندي بي اس بي، لازم هكون ام اس بي. فده شكل الكود اللي بيبقى سيفد جوه الاكسكيوشن ريتيرن كود، في جوه قصدي اللينك ريجستر از اكسكيوشن ريتيرن كود. طبعا ارجع للسكشن هتعرف ايه. هتلاقينا حلينا مساله بخصوص الموضوع ده، حطينا الاكسكيوشن ريتيرن لما دخلنا الانتربت بيزد على الستيت اللي كان عليها البروسيسور، هل هو كان هاندلر مود ولا كان ثريد مود، هل هو كان ام اس بي ولا بي اس بي. فرجعنا للجدول هنا وخدنا الاكسكيوشن ريتيرن اللي احنا كنا شغالين عليه. اكشوالي هو كان في الثريد وام اس بي، فخدنا الاكسكيوشن ريتيرن كود ده وحطيناه في اللينك ريجستر بعد ما حصل اكسبشن ريكويست من الانتربت بتاعي. بعد كده بيقول start executing the exception handler. هنا بقى ايه بيبدا ال IPSR is loaded with the exception number. اتفضل. معلش في السلايد اللي فاتت، هو مش احنا المفروض بنرجع ده يعني بعد ما يخلص الانتربت سيرفيس روتين؟ هو ده بشيله في اللينك ريجستر عشان لما ارجع اعرف هرجع على ايه. مش احنا مش بنرجع على طول يعني، لو انا مش في انتربت فانا دايما ثريد مود، فمفروض هرجع على ثريد مود على طول. ليه ممكن ارجع لهاندل مود في انتربت ودخلت في انتربت تاني؟ تمام ماشي شكرا كده عفوا. وخلي بالك اللينك ريجستر بتتسيف من الحاجات جوه الكونتكست ايه سيفينج. فانت لما بتعمل سيفينج للكونتكست بتاعتك اللينك ريجستر بيحصل كنت في انتربت ورحت الانتربت تاني، فاللينك ريجستر اللي متشال فيها الاكسكيوشن ريتيرن هتتشال في الستاك، فما تقلقش. اوكي. وانت برضو ممكن تكون ثريد مود وبي اس بي، فانت لازم تبقى عارف ان انا لما هرجع بي اس بي ولا ام اس بي. الـ IPSR بيبقى loaded بالإكسبشن نمبر بتاعي. طبعا الإكسبشن نمبر بيبقى مش رقم الانتربت، بيبقى رقم الإكسبشن. يعني هنا الانتربت DMA 0 ده رقمه كانتربت 0، لكن رقمه كإكسبشن كام؟ 16،
عشان انا عندي بيبقى فيه ايه عدد الاكسبشنز بتاعتي من 0 ل 15 دول اللي هم النون ماسكابل، بعد كده الماسكابل من 16 ل 47 عشان تبقى فاكر القصه دي. اوكي، مش رقم الانتربت، عشان ممكن الاكسبشن ما يكونش انتربت، ممكن يكون سيستك تايمر، تمام، والسيستك ده مش انتربت، ده اكسبشن. اوكي، and the exception handler starts running unless preempted by higher priority exception. هو خلاص كده بيكتب ايه رقم الاكسبشن بتاعه في الاي بي اس ار، وهيبدا ايه running للاكسبشن بتاعي unless ان هو حصل ايه preemption للايه للانتربت بتاعي باذر higher priority interrupt. ممكن انت جوه الاكسبشن هاندلر بقى تعمل ايه؟ لو انت شوف بقى البوينت اللي انا قلتها لك دي، لو الهاندلر هيكول سب روتين لازم يسيف اللينك ريجستر وايه وار 4 لازم يعملهم سيفنج، فهيبوش حاجات جوه الايه السيرفيس روتين. وانا بقول لك انك ايه لازم تتشيك، تمام، لازم تتشيك وانت جوه ال الانتربت سيرفيس روتين، بص على الديس اسامبلي، هل هو هيعمل كولينج لما تيجي تعمل كولينج لازم هيسيف الايه اللينك ريجستر ولا لا؟ ان انا زي ما قلت لك انا خلاص اللينك ريجستر دي ما بقتش تستخدم الاستخدام اللي انا معتاد عليه، فانا لو ندهت على فانكشن وانا جوه الاكسبشن هاندلر يعني هيرايت جوه اللينك ريجستر الريتيرن ادرس بتاعي، فمعناها ان ايه ان انا اللي انا كنت كاتبه في اللينك ريجستر اللي هو الاكسكيوشن ريتيرن كود مش هيبقى سيفد، فانت لازم تتشك ان هو هيبوش، هو بيحط معها ار 4 ايه زياده في التاكيد والسيكوريتي على الكود بتاعتي، تمام كده. فانا من رايي وانا بتجنب جدا ان انا انده على اي فانكشن وانا جوه الايه الاكسبشن او جوه الايه الانتربت هاندلر. ليه اعمل كده؟ عشان انا يعني ايه اول حاجه ارجع من الانتربت بسرعه، تمام، عشان اقلو اذر انتربتس لو الانتربت بتاعي هاير برايورتي، او الانتربت ما يعملش يعني ايه ما يعملش ريكويست على نفسه وهو موجود في الانتربت سيرفيس روتين، ممكن يحصل ايفنت تاني فيعمل ريكويست على نفسه، فدي يعني ايه برضو مش هتبقى كويسه، هتعمل ميسنج للريكويست. فانت اي حاجه عايز تعملها اعملها سيفنج او هاندلنج عن طريق جلوبال فاريبلز، وخلاص لما ترجع للمين روتين الجلوبال فاريبلز بقى ايه تغير لك المسار بتاع الايه المين روتين لحد ما اذر انتربت يجي ويقطع لك المين روتين تاني. دي نصيحتي يعني، تمام، عشان يبقى الموضوع more efficient بالنسبة لك. زي ما يعني ايه حاول على قد ما تقدر ما تكتبش قصة حياتك في الانتربت سيرفيس روتين، يعني just ايه مختصر المفيد للانتربت، يعني ايه المفروض يغير ايه في المسار بتاع المين روتين بتاعك، زي مثلا عن طريق انك ايه تأدت في global variables وخلاص. وده ان شاء الله هنشوفه مع بعض في البروجكت بتاع الفانكشن جنريتور. ده الاكسيتنج، اظن ان يعني ايه الدكتور مكمل معاكم في الجزء ده، احنا وصلنا سلايد 44، فيعني ايه اسبير كلام عمر الريكورد عندكم موجود للجزء ده، واكيد طبعا ايه شرح الدكتور كان مفيد جدا واقوى من شرحي بكتير في الجزء ده. تالي الوقت مناسب ان احنا نروح على الحل بتاع الكتاب بتاع مزيدي الراجل الطيب ده، يعني عنده شوية questions كده ظريفة ممكن نعدي عليها بسرعة يعني. وانا انصحكم برضو ايه have a look على الكتاب، الكتاب ظريف بس ايه don't be confused لو في معلومات مختلفة، زي مثلا واحد ل 255 انت عارف ان احنا عندنا just 32 interrupt source مش 255 ولا حاجة، فتذكر ايه من شوية المعلومات دي كده ايه عشان دي معلومات يعني ايه confusing شوية لو انت مش حافظ الايه الاركتكشر بتاعنا. يعني كان في بعض الحاجات في التايمرز في الكتاب يعني
انا كان وجهة نظري فيها انها غلط، وحتى كنت رجعت للدكتور فيها فكان قال لي فعلا انها يعني ايه مش صح يعني. فمش كل حاجات عند مزيدي بتكون موثوقة يعني. انا فعلا بحس ان هو ايه الراجل بيبذل مجهود كل ما يعني ايه بيحاول اول ما ينزل مايكرو كنترولر بورد جديدة هتشتري يوم يعمل لها كتاب في اسرع وقت، فممكن ايه بعض الحاجات بتفوته يعني، او ايه بيبقى فيه حاجات مش مظبوطة يعني. فتكير بس يعني ايه لو انت بتذاكر منه. اكشولي انا بصيت كده بصه سريعه على الانتربتس، ما اظنش ان كان فيها حاجه كونفيوزنج شويه. هتلاقي عندك الانتربتس هو شابتر 6 مقسمها 7 سيكشنز. سيكشن 1 بيتكلم على الانتربت والاكسبشن في الارم كورتكس ام بروسيسور جنرالي، فيمكن عشان كده هيبقى الموضوع confusing بالنسبه لك ان هو نفس التشابتر ده موجود عنده للكتاب بتاع تيفا وموجود عنده الكتب بتاعه الاس تي ام اللي هي الكورتكس ام 3. فهتلاقي ايه ان هو اصلا واخد الكلام كوبي وبيست، فما فيش حاجه سبيسيفيك للام 0 بلس. في سكشن 2 هو بيتكلم على البروسيسور مودز، سكشن 3 بيتكلم على الجي بي اي او انتربت، سكشن 4 وده احنا مش مهتمين بيه ومش هنتكلم عنه اللي هو اليو ارت سيريال بورت انتربت، وسكشن 5 ده اللي هو التايمر انتربت، وسكشن 6 ده السيستيك تايمر انتربت. فاحنا ايه 4 و5 و6 احنا مش انترستد فيه. 7 ده بيتكلم على البرايوريتي، فيعني احنا هنحل in section 1 و 2 و 3 و 7. طبعا الاسئله او ريفيو كويستشنز اللي في سيكشن 1 هنلاقيها قبل نهايه سيكشن 2، ده عشان الاندكسنج يعني يبقى سهل بالنسبه لكم. True or false: when any interrupt is activated the CPU jumps to fixed unique address. True. طبعا لو انت عايز تعرف اللي هي طبعا ايه الادرس اللي موجود للانتربت ده في الفيكتور تيبل، فده فيكسد يونيك ادرس. لو عايز تعرف طبعا ايه على انسر تو ريفيو ايه دي اول سؤال ترو. اوكي there are number of bytes of memory in the interrupt vector table for each interrupt. كل interrupt بيبقى ليه كام بايت في الانتربت فيكتور تيبل. كل انتربت فيكتور تيبل يعني كل انتربت سورس بيبقى ليه مكان في الانتربت فيكتور تيبل. المكان ده بيتشال فيه ايه؟ بيتشال فيه ادرس، والادرسز عندنا كام بيتس؟ 32 بيتس. ف 32 بيتس هتتفرد على كام بايتس؟ 4 بايتس. فالاجابه هنا 4. اوكي برضو ايه عشان اثبت لكم الموضوع ده هتلاقي هو حطت لك الفيكتور تيبل. سريعا كده اوريكم شكل الفيكتور تيبل. هتلاقي ماشي بانكريمنت اوف 4. فالانكريمنت اوف 4 معناها ان انا ايه اهي ادي الفيكتور بتاعي هو 4 0 ده لاي ار كيو 0 اللي هو اول انتربت سورس، اللي بعده 0 اكس 4 4. فمعناها ايه ان انا الاوفست بتاعي 4 باي 4، فكل فيكتور حاجز له 4 بايتس اللي بيتشال فيها الادرس بتاعه الانتربت سورس بتاعه الانتربت سيرفيس روتين بتاعتي. طيب how many kilobytes of memory are used for interrupt vector table and what is the beginning and ending address for the table for the first 256 interrupts. هو طبعا هنا بيتكلم generally على الكورتكس ام بروسيسورز، فانا عندي 256 interrupt source فهيبقى محجوز لهم كم مكان؟ 256 في 4 1 كيلوبايت. ف how many kilobytes هتلاقي ان الاجابه 1 كيلوبايت، والستارتنج ادرس 0000 والاندنج ادرس اللي هو بقى احسب 255 بالهكسا هيبقى ايه 3FF. طبعا اتش دي انديكيتنج ان هو هكسا، don't be confused. لو كتبتها 0x 3FF فهي صح، او كتبتها 3FFH هي صح. فزي ما بقول لك كده ايه الكتاب ده targeting يعني في الشابتر ده او في السكشن ده بيتكلم generally على الايه الكورتكس ام بروسيسورز، انما مش specifically على الايه الزيرو بلس.
The program associated with an interrupt is also referred as a interrupt service routine. أظن كانت الإجابة interrupt service routine ISR أو interrupt service routine أو interrupt handler. تمام؟ فبتبقى الفانكشن يا إما اسمها interrupt service routine يا إما ISR يا إما interrupt handler. أوكي؟ سؤالة بسيطة وسهلة جدا يعني. What memory locations in the interrupt vector table hold the address for interrupt number A, interrupt 16 ISR. فرجوعا كده للفيكتور تيبل لو جيت بصيت ايه على اول واحد في النون ماسكبل انتربت هتلاقي الميموري لوكيشن 0x40. طبعا هو بيقول لك what memory locations, ف what memory locations دي المقصود منها انك ايه عندك الادرس متشال في كام بايتس, في 4 بايتس, فيبقى 0x40 41 42 43. فتلاقي حتى الاجابه بيقول لك ايه 0x40 41 42 43. Cortex M has assigned interrupt 2 to non-maskable interrupt. Can that be changed? والله هو النون ماسكبل انتربتس اصلا ما بتتغيرش, اللي هي الانتربتس اللي هي زي ايه الريسات والهارت فولت هاندلر والميموري مانجمنت فولت والباس فولت واليوزج فولت, كل الايه النون ماسكبل انترب دي يعني ده نون ماسكبل انترب, ده نون ماسكبل اكسبشن, كل الحاجات دي ما ينفعش انها ايه تتغير, ما ينفعش انها نتشينج ايه الانتربت ده اصلا او نلغي. اوكي, ف اصلا كده كده الانتربت لوكيشنز ما بتتغيرش باي ديفولت, يعني فاي انتربت اصلا ما ينفعش ان هو يتغير. فهو لو قصده ان انتربت 2 is assigned to non-maskable interrupt فده ما يتغيرش, واي انتربت ان هو يبقى assigned لرقم معين دي ما بتتغيرش اصلا يعني, لكن البرايورتي هي اللي بتتغير للmaskable interrupts اللي من أول إيه exception 16. Which interrupt is assigned to divide error exception handling؟ هتلاقي هو إيه ذكرها هنا إن في interrupt source اللي هو ال usage fault. ممكن حتى نرجع لل startup code نتأكد يعني اللي هو إيه divide by zero. لو أنت عملت divide by zero هيروح لل usage fault إيه interrupt ده. خلينا نتشك كده ونشوف في الستارت اب كود هل اليوزج فولت ده موجود ولا لا. اكشولي مش موجود اصلا زي ما بقول لكم, ايه مزيدي ساعات بيبقى عنده حاجات كده اهو 0 1 2 3 4 5 6 هو مش موجود هنا في 6 اصلا مش متعرف. ف ماشي عشان تبقوا عارفين بس ايه مزيدي. طبعا لو الدكتور هيجيب لك حاجه لازم تريفير ليها الانتربت فيكتور تيبل فهيوريك الانتربت فيكتور تيبل. كده خلصنا ايه سكشن 1, تعالوا نخش على الريفيو كويستشنز بتاعت سكشن 2. The review questions start section 2. True or false, when a reset pin is activated ARM CPU wakes up in the thread mode. True ولا false؟ لو أنا إيه الريسات بين لما ببقى في الريسات تمام أو بدوس على الريسات الـ ARM CPU بيشتغل على الـ thread mode. مستحيل طبعا أنه يشتغل على الـ handler mode, هو عطول إيه يشتغل على الـ thread mode فإيه it's true. أوكي, هنا طبعا هتلاقي الأسئلة بتتمحور حوالين المود بتاع البروسيسور عشان هو بيتكلم إيه مودز, فهتلاقي يتكلم على الهاندر والثريد والكلام البسيط ده. There are only not processor modes in the ARM Cortex give their names. أو عندي اتنين processor modes, واحد اسمه هاندلر واحد اسمه ثريد. أوكي, يعني الموضوع مش محتاج تو ثريد وهاندلر, والثريد ده اللي هو العادي والهاندلر ده ما يجي لي interrupt. How many bytes of data are fetched into CPU from interrupt vector table when ARM Cortex-M is reset and what are they?
اكشولي لما بعمل ريسيت هروح للايه للمكان بتاع ريسيت واجيب الريسيت انستراكشن ادرس بتاعي اللي هو 4 بايتس لوكيشن اللي هو في لوكيشن 0 فانا بفاتش 8 بايتس من اول لوكيشن 0 اللي هو الستاك بوينتر ولوكيشن 1 و2 و3 اللي هو 0 1 2 3 فيهم الستاك بوينتر 4 5 6 7 دول اللي فيهم الايه الريسيت اللي هو الستارتنج ادرس بتاع افتر ريسيت يعني اول ما بروح على ريسيت فالستارتنج ادرس زي مثلا هبدا من السيستم انيشاليزيشن او من المين فهياخد الستارتنج ادرس للمين او ستارتنج ادرس بتاع السيستم انيشاليزيشن. Another name of the ISR, قلنا الـ ISR اللي هي Interrupt Service Routine, إيه الـ Other name بتاعها؟ الـ Other name ممكن يبقى الـ Interrupt Handler, أظن كده, فهو إيه الـ Interrupt Handler, أو هنا كنا قلنا 8 bytes for the address and A of the stack and for the, of the address of the A boot ROM. طيب, السؤال الأخير. True or false, when an interrupt comes in from exception fault or IRQ, the ARM CPU switches to handler mode automatically. طبعا لما يعني لما يجي لي اي exception اروح على ال handler mode سواء انا ال exception ده واحد من ال faults لان non-maskable exceptions او ال IRQs اللي هي ال interrupts بتاعتي فبيقلب ايه automatically لل ايه لل handler mode هتلاقي انها ايه true طبعا كلام true جدا. نخش على section 3 review questions بتاع section 3. IRQ 0 is assigned to interrupt number. طبعا يعني هو بيتكلم هنا على الايه الماسكابل انتربت فهتلاقي انتربت نمبر 16 واحنا برضو يعني ايه يعني عندنا تحفظ كده على ايه انها مش انتربت نمبر هي اكسبشن نمبر زي ما قلنا ان في فرق ما بين الانتربت والاكسبشن فالاكسبشن هي جنرالي اي حاجه بتخرج البروسيسور من الثريدنج تو الهاندلر فده اكسبشن فالانتربت من الاكسبشن اوكي فهنا هتلاقيها ايه اي ار كيو انتربت نمبر 16 او احنا بنسميها اي ار كيو 16. نرجع ريفيو كويشنز 3 ان هو ده بدايه الايه النون ماسكابل انتربت. كويشن 2 ترو اور فولس ذير از ان انتربت اساين تو ايتش بين of every GPIO. والله هو انا كل بين تقدر تكريت انتربت ريكوست تمام كده كل بين تقدر تكريت انتربت ريكوست انما كل واحده اسايند عليها انتربت لا ان انا عندي البينز بتاعت ايه اسايند على انتربت ايه انتربت جي بي اي او انتربت هاندلر ايه والبينز بتاعت دي اسايند على GPIO Interrupt Handler D تمام فممكن البين الواحدة من ال أو two pins من البورت يريكويستو نفس الانتربت أوكي فالمفروض أنها فولس المفروض يعني أنها فولس وهي فولس فعلا أوكي. نرجع تاني two fools. The IO port of Freescale KL25Z support both level and edge trigger. والله يعني احنا بيزد على اللي احنا حلناه مع بعض في السكشن وهتلاقي هنا هو شارح يعني هو يغنيك بصراحة عن الداتا شيت انت ممكن ايه تريفير هنا وتبدأ انك ايه تاخد الكود والكلام ده فهنا هتلاقيه شارح لك الايه البي سي ار ريجستر ودور كل بين فيها في الانتربت مود بتاعها فخلينا نشك كده انا اكشولي مش بذاكر منه بصراحة هتلاقي ان عندك ادي البي سي ار ريجستر اهي في عندها عندك 4 بيتس دي 19 18 17 16 دي 19 اللي هي ايه انا هشتغل انتربت
وهنا بقى ايه interrupt arising edge falling edge او either edge او interrupt on logic 0 او logic 1. فانا بشتغل على الايه اللوجيك عادي او بشتغل على الايدج عادي, فهتلاقيني ان انا ايه سوري هتلاقيني ان انا الايه الجمله دي true. The IO ports of the Freescale support both level and edge. True هتلاقيها true هنا, خلينا نتشيك. True question number 3. We use not in C to enable interrupts globally. أكيد قصده على underscore underscore enable underscore IRQ اللي هي CM SIS API function. لو كان قال in assembly فهنكتب ايه CPI CPSI E اللي هي assembly special instruction. طبعا E اللي هي enable, D اللي هي disable. فهنا هتلاقي underscore underscore enable underscore IRQ. دي الفانكشن اللي هي ايه ال CMSIS API functions بتاعت interfacing ال ايه ال IPSR او ال PRI mask بتاع البروسيسور. Show three levels of interrupt enabling we must go through before we start. والله انا وريتها لكم كمان اثناء السيشن, ممكن نبص عليها كده. الثري ليفلز اوف انتربت انيبل, او انت عندك ليفل 0 اللي هو على البين نفسها, وليفل 1 اللي هو على الانفك, وليفل 2 اللي هو على السي بي اس ار, سميها ليفل 1 2 3 اتس اوكي. فده الثري ليفلز. حتى برضو ايه لو عايز تشوف الاجابه الموديل انسر بتاعته, ليفل A اللي هي بريفرال ديفايس ليفل, وليفل B اللي هي سيستم ليفل اللي هي اي اس اي ار انتربت سيت انيبل ريجستر ان ذا انفك او في الانفك ليفل, وسي اللي هي في الجلوبال ليفل بتستخدم الانستركشن انيبل اي اندرسكور اي ار كيو. طبعا احنا سيكشن 6.4 و 6.5 و 6.6 احنا مش انترستد فيهم, فاحنا هنخش على 6.7 اللي هو في السيتنج برايورتيز. ادي الريفيو كويشنز بتاعته. ان ارم ويتش انتربت هاز ذا هايست برايورتي. طبعا ايه مين اعلى برايورتي انتربت, تفتكروا كان مين اعلى priority interrupt؟ reset. اوكي, فهتلاقي هنا ايه reset هو highest priority. مش عارف عمر بيذاكر من ورانا ولا في ايه, بس تحست كده. طبعا بهزر معي, انا كنت عارف الاجابة. true or false upon reset all IRQs has same priority. هو هنا زي ما بقول لكم كده ايه كلمه IRQs confusing. انا متخيل ان هو قصده بيها exceptions, لكن لو احنا IRQs اللي احنا نعرفها اللي هي ليها الانيوميريشن ده اللي هو DMA 0 IRQ, فخلينا نقول ان يعني حتى based على الانيوميريشن ما في other IRQs هي نون ماسكابل, فهم ما لهمش نفس البرايوريتي كلهم, انما الحاجات اللي هي بالنيجاتيف دي هي هاير برايوريتي. فيعني ايه يعني هي الاجابه الصح فعلا انها تبقى ايه فولز, هتلاقيها فولز فعلا. هي الاجابه الصح انها تبقى ايه فولز. لو كتبها اكسبشنز هيريحني مش هيخليني اشك, لكن كلمة IRQs شوية confusing. بس بيزد ان انا بعتبر ان كل الاكسبشنز IRQs فماشي تمام كده, لكن لو انا مش بعتبر ان كل الاكسبشنز IRQs فهنا ايه هيبقى true. فيعني هي تميل ناحية انها تبقى true بس هي confusing عشان برضو الناس ايه تبقى عارف. يعني we use register كذا to modify the interrupt priority IRQ8. افكركم ان كان في كذا ريجستر هما اللي بسيت منهم البرايورتي, مش ريجستر واحده. يعني انا عندي 32 بيتس ريجستر للبرايورتي, دي هتشيل كام انتربت؟ والله كل انتربت محجوز له 8 بيتس. اوكي, فمثلا IRQ8 ده متشال في انهي IPR ريجستر؟ IPR0 فيها interrupt IRQ 0 1 2 3
فيها أربعة بس. IPR1 فيها IRQ 4 5 6 7 فIRQ 8 موجودة فين؟ في IPR2. فهتلاقي ايه في الإجابة هنا؟ هتلاقي IPR2 شور انها IPR2 IPR2 اوكي. هتلاقي برضو السؤال اللي بعده شبهه جدا يعني. هتلاقي السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ To assign IRQ 21 we need to program IPR register كام؟ شوف بقى انت 21 ده موجود فين؟ عد بقى ايه؟ يا اما تعد من تحت لفوق يا اما من فوق لتحت، هم احنا اخرنا 7 فانت هي اقرب ل 7 عشان IPR 7 فيها 31 و30 و28 و29 و28. IPR 6 فيها 27 26 25 و24. IPR 5 فيها 23 22 21 و20 فايه هي في IPR 5. هتلاقي الإجابة هتلاقي ايه كانت ايه IPR 5. اظن كده يعني ايه احنا جبنا الانتربتس في مقتل يعني، احنا ما فيش مجال للانتربتس انها تبقى مشكلة بالنسبة لك فيما يخص ايه المسائل وحلها يعني. وطبعا كبروجرامينج برضو احنا شفناها مع بعض بس الجي بي اي او بس مش هتختلف الاذر موديولز فيما عدا الايه البريفرال ليفل، مش هتلاقي فرق في الموضوع ده. حد عنده اسئله في الاسئله اللي احنا حلناها؟ هو انا عندي سؤال بخصوص الكويز يا باشمهندس. اتفضل. هو الدكتور طيب قال لحضرتك ان الكويز هيبقى كله ام سي كيو او كده ولا حاجه تانية؟ هيبقى على حسب امكانيات المايكروسوفت فورمز اوكي. فعلى حد علمي وتعاملي مع المايكروسوفت فورمز فهو هيبقى يعني ام سي كيو او اخرك انك ترايت رقم او كده. هو اكشوالي هيبعت لي بانك اوف كويشنز وانا اللي هكريت الكويز يعني. فأظن يعني إيه على حسب إمكانيات المايكروسوفت فورمز يعني، مش هنقدر نحط غير MCQ أو إنك تكتب رقم أو كده يعني. تمام خلاص ماشي يا فرنس. ماشي. وهيبقى وزن المحاضرة يعني، أنتوا لازم تبقوا قاعدين حاضرين محاضرة بايزوي يعني، ده حق الدكتور عليكم، ما حدش يبقى متضايق من الموضوع ده إن كان كل سنة بيعمل كويز مثلا إيه يلاقي إن الناس مثلا كان بيحضر 2-3 في المحاضرة. ده طبعا قبل ظروف الكورونا اللي احنا فيها دي كان الناس في العادي اللي بيجي مثلا محاضرة 2-3 فيقوم إيه طيب انا هعمل كويز، يقوم عامل كويز تقوم العيال بقى تقعد تبعت لبعضها على الواتساب تلاقي إيه المدرجة اتملى. فكان يعمل الكويز مثلا يقول ايه بداية المحاضرة هعمل كويز النهاردة تلاقوا مدرجة ملا في المحاضرة في نهاية المحاضرة مثلا الناس جاهزة للكويز. طب انتوا جاهزين للكويز ازاي وانتوا مش حاضرين المحاضرة ومش عارفين الدكتور بيقول ايه؟ فهو دايما بيعمل الكويز على الايه الجزء اللي هو بيشرحه في وقتها، هو عايز الناس تحضر، هو يعني هدفه ان هو يعمل كويز ليه عشان الناس تحضر عشان الناس تعرف ان في اسسمنت في المحاضره فالناس تيجي المحاضره عشان تبقى كين على الماده يعني. هو حقه ان هو يخلي الناس تبقى كين اكتر على الماده بالطريقه دي يعني. طبعا انتوا محظوظين بقى بانكم كل حاجه دلوقتي اونلاين بس هو الكويز هيبقى لايف اثناء المحاضره، ف يعني خلوا بالكم من البوينت دي وخليكم جاهزين للمحاضرة. احنا كده كده في سكشن 70 وغطينا كل الانتربتس وحلينا الشيت بتاعنا وحلينا الميدترم اللي فات وحلينا كمان من مزيدي زي ما انتوا شفتوا، فما اظنش انكم حد هيغلب في حاجة في الكويز يعني، الا لو حد بقى قصر في حاجة ان شاء الله يعني، ربنا يستر. اللقاء الجاي بس انا ايه عندي بس الاسبوع ده بنقفل مواد كتير قوي فلسه ما حددتش يعني امتى ممكن نقعد عشان اديكوا يعني. عايز اكزامبل الفانكشن جنريتور ده اعمله لكم يبقى فيه الانالوج انبوت انالوج تيشل كونفرتر والديجيتال والانالوج والديجيتال تو انالوج كونفرتر مع بعض كده ان ناتشل تمام، بحيث ان ايه
يعني تبقوا خدتوا براكتس كده حلو كده على البوست موديولز يعني. فممكن يبقى السبت اللي جاي، احتمال يبقى السبت اللي جاي على حسب ايه ظروف يعني الاسبوع ده ايه، مضغوطين شويه عشان كل المواد عايزه تقفل وكل حاجه عايزه تقفل، بس احنا كده كده من بدايه الاجازه احنا مع بعض، لو حد ايه عايز يسالني في حاجه او لو عايزين نعمل يعني جنرال ميتنج للتيمز كلها عايزين يسالوا في حاجات في البروجكت. بس ستارتنج فروم توداي الناس لازم تحدد البروجكت بتاعها. ممكن احط لكم ديدلاين مثلا السبت اللي جاي مثلا، ممكن السبت اللي جاي ايه تبعتوا على الايميل تكونوا بعتين الفكرة بتاعت المشروع بتاعك، وانا اديكوا فيدباك اقول لكم المشروع ده سهل ولا صعب، مناسب ولا مش مناسب للمادة بتاعتنا. فعندكم الايميل بتاعي ايه، ابدأوا ابعتوا لي افكار المشاريع بتاعتكم. ويعني بصراحة يعني ايه حركة كويسة من الدكتور ان هو يسيبكم انتوا تحددوا المشاريع، بيقول يعني دول طلبة ميكاترونيكس فعندهم بوتنشال عالي قوي لاستخدام المايكرو كنترولر، فخلينا نتفرج على الانوفيشن بتاعهم. فلتس سي يعني الانوفيشن بتاعكم عامل ازاي. اظن كده ما في حد عايز يسأل على حاجة. يا شباب تمام. طيب اتمنى تكونوا استفدتوا النهارده، ما كنتش ضيعت وقتكم. ذاكروا كويس للكويز، يعني احنا مغطيين الانتربتس كلها، ركزوا مع الدكتور في المحاضره جدا على الجزء اللي هيشرحه عشان تعرفوا تحلوا الكويز ان شاء الله. ربنا معاكم، ولو حد يحتاج اي سؤال برضو ممكن يكتب على الجنرال في الجنرال بتاع التيم بتاعنا في مكان الشات، زي ما مثلا ايه بسيب لكم بوست او حاجه، فانتوا ايه ممكن اي حد يكتب اي سؤال برضو عشان يفيد زمايله، او ايه ابعت عن طريق الايميل. يعني ممكن تكتب هنا في الشات، تعمل نيو كونفرسيشن وتكتب، وان شاء الله لو توفر لي وقت ايه هجاوب عليكم ان شاء الله. اوكي هوقف بقى الريكوردينج. مش عارف انا كده عندي ريكوردينجز كتير. لا هم اكشوالي كان الريكوردينج ده والريكوردينج بتاع الاسبوع اللي فات، هحاول ان انا بقى ايه ابقى ارفعهم عشان تبقى معاكم ريكوردينجز غير الريكوردينجز بتاعت الايه المايكروسوفت تيمز عشان انتوا بتفضلوا دول. هم اكشوالي الريكوردينج بتاع النهارده ده 300 ميجا، والريكوردينج بتاع المره اللي فاتت كان 484 ميجا. لا كتير قوي كتير قوي. طيب هحاول ان انا ارفعهم، لو ما تيسرش عندي فهطلب بقى ان انا اقابل حد يعني ايه ارفعهم. زي ما بقول لكم بس للاسف ان اللابتوب عندي ايه مش ببقى مضطر ان انا اسيبه يابلود حاجه كونتينيوسلي كونكتد بالانترنت، بس هحاول مثلا اسيبه مثلا ايه مره او مرتين اوفر نايت كده يقعد يابلود الايه الفيديوز يعني عشان تبقى معاكم يعني. طيب نقفل برضو ريكوردينج هنا.